عليكم. وانس برايت وان ما ادري ايش الكلمه الثانيه. ما شاء الله جمهور زعيم. وان لايك هو قصده وان لايك. اليوم عندنا ملخص مباراة الهلال والاتفاق. المعذرة لي كم مباراة ما أصور مباراة الهلال، للأسف إنها نفس الوقت اللي تكون فيها مباراة الاتحاد، عشان كذا ما أقدر أصور. سامحوني سامحوني يا جمهور الهلال، وسامحوني يا جمهور الاتفاق. انتهت المباراة 2-0 للهلال، مبروك الفوز للهلال وللزعيم محب للهلال وجماهيره. لكن بإذن الله المباراة الجاية ضد الاتحاد بإذن الله خسرانين بإذن الله. أنا أصلا أحبكم بس إن شاء الله تخسرون قدامنا. لايكاتكم واشتراكاتكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ. حلو يا سالم، رجع رجع المستوى، رجع لتألقه، رجع لفريقه. الله يا سالم. ممكن نضرب متروفيتش؟ الحكم يتغاضى. العب هذا كيف قاعد يضيع؟ والله من الدقيقة الثانية الهلال دخل بقوة. كيف قدام الاتحاد؟ وريني اللي فجأة يسوي. ان شاء الله زكي يضيعوها كل الكور مع الاتحاد. ان شاء الله ما يعد نص الملعب قدام الاتحاد. حلوة الشهراني، والله نقلة حلوة. نيفيز هي الله يستر منه. ما شاء الله تبارك الله، هذا تأكلم يا اخوان على طول. هاي ثاني مباراة لي، ما ادري اذا هو دخل هدف اليوم ولا لا. شوف الشرة الرأسية، ارتقى فوق المدافع وبوب. شوف كيف، والله مهاجم، والله مهاجم. ما شاء الله لا قوة الا بالله يا ابوي. ما شاء الله كم ركنية لعب الهلال هذه المباراة؟ 20 دقيقة ممكن لعب 30 ركنية. هاي شكلها خطيرة، هاي شكلها خطيرة يا ابوي. ما شاء الله تبارك الله، هذا كيف؟ ما شاء الله لا قوة الا بالله. هذا الحين يلعب ضدنا المباراة الجاية يا جرر. هذا شوف الحل، هذا نبذع بين سكوه ولا تربطوه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. حتى اللاعب الهوب يا اخوان، المدافع دف مودريتش ومودريتش اللي طاح له هي، ومالكم قاعد يسوي كذا؟ هذول كلهم حيلعبوا ضد المباراة الجاية. لا اله الا الله يا اخوان، ما شاء الله لا قوة الا بالله. مدرب المنتخب، شوف شوف ما شاء الله قوة الدوري فين وصلت. ما شاء الله والله مالكم خطير. شوف 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 مودريتش اللاعب دفه، شوف اللاعب دفه وسوى له اسيست براسه ومالكم انهى. ما شاء الله يا هلال، هذا هو مو واقف، مختل توازنه ونطح. ما شاء الله لا قوة الا بالله، وجاء هذا وانهى. ونيمار حيكون معاهم ممكن. شو شو؟ طيب انا اوريك، انا اوريك. زكريا هوساوي ان شاء الله المباراة الجاية حيمسكك. عبد السعود؟ لا لا شو، انا عجبني لعبك كنت مرة فنان بس هذه كنت اناني، كنت فيها اناني الله يهديك. وان شاء الله مباراة الاتحاد ابغاك تكون اكبر اناني، وكل كورك برا الملعب مو برا الباب، برا الملعب تطلعها. حلوة. بالراس خطيرة اتفاقية. العب وفرصة وكرة ما في شيء. الحكم يقول اوفسايد. اوفسايد ولا بلنتي؟ والله تصدي ناجح من بونو، مع انه كان مغطي عليه. ما شاء الله لا قوة الا بالله وصدها. عيدها يا مخرج. فيها تسلل ولا لا؟ هذا ما فيها تسلل، لقطة ثانية. بس ما شاء الله بونو صدها. لا تسلل تسلل تسلل. بونو تصدى لها وهو ما كان شايف اللاعب. الله عليك يا بونو. لا لا حتى لو هذا ما في بلنتي. لا لا واضح انه اللاعب قاعد يمثل، واضح انه يمثل. حكم ممتاز. ايش هذا؟ اوف ايش قاعد يسوي؟ اوه اوه يا سالم، ايش اللي صار قبل الهدف؟ وش هذا الهدف؟ اوف اوه ما شاء الله، نجوم عالميين جو الدوري. سالم الدوسري قاعد يوريهم انه في نجوم عالميين محليين سعوديين. ايش هذا؟ شوف يدير المنتخب، شوف هذا اللاعب اللي جاب على الارجنتين هدف، هذا اللاعب اللي خلانا نفوز على ميسي بطل كاس العالم. شوف ايش قاعد يسوي مودريتش، ماركو ضيعها. سالم عالطاير شيل. الحارس طاح، الحارس طاح منذهل. شوف ما شاء الله رشاقته. وبا كراتيه، هذا لعب كراتيه. شوف ما شاء الله 1-2. ما شاء الله يا الهدف، ما شاء الله يا الهدف. عالمي، هدف عالمي. سالم الدوسري في كل موسم لازم يحط بصمته، لازم هدف سينمائي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله على سالم الدوسري. سالم سالم التورنيدو. ميشيل ميشيل هذا اللاعب، اكسره اكسره شيل رجله.
عشان يجيله لا قدر الله ولا عبد الله تفاول على الرجال جيله اصابه. ان شاء الله الله يحفظهم جميعا، بس ان شاء الله ما حد يدخل الهدف. عبد الله ما زال الهلال ولا اتفاق، لا تتكلم انت عاد متوتر على مباراه الجمعه، متوتر ايش تبغى اقول لك؟ اوه تنبكتي ليش زعلتني؟ ليش مش الاتحاد تنبكتي؟ الله يهديك الله يهديك تنبكتي. ما شاء الله لعب الهلال كله من جهه سالم الدوسري، ما شاء الله لا قوه الا بالله. شراني شراني بكره عرضيه بالراس كده ميشيل انطح. لا تزعل لا تزعل، المباراه الجايه ان شاء الله تزعل اكثر يا ميشيل. انا اسف جمهور الهلال. الله الاسيست، ما شاء الله الاتفاق يملك كم عنصر محلي صغار في السن مبدعين ما شاء الله. هذا خطير هذا خطير. اوه يا كويكبي والله كانت حلوه من كويكبي. الله يا جيرارد، ايوه حافزهم يا جيرارد حافزهم يا جيرارد. والله حلوه اسيست حلو ومراوغ احلى، لكن الانهاء كانت بس شويه يبغى لها تركيز اكثر. والله حلوه العب يا ابوي. هذا اللاعب ما شاء الله يهاجم ويدافع يا ابوي، من فين جميل على اللاعب ما شاء الله لا قوه الا بالله. اي هذا كيف حيلعب ضدنا؟ في الهجوم تحصل الواحد في الراس في الجودان، في الدفاع تحصل الواحد في المدرجات، تجي طالع تلاقيه وقع يشجع. يا الله يا هلال تصدق المتروج حتعصر بينهم قاعد يشجع. ايش هذا اللاعب ما شاء الله فين جميل ذا؟ والله خيسوا الشيمة شكله شد عليهم تمارين صباح ظهر عصر ليل اي وقت ما شاء الله يا هلال. هيا ايوه يلا هدف عبد الله. المباراه انتهت 2-0 والله ما استبعد ممكن في مراكز الهجوم 2-0 خش المباراه تحصلها 16-0 يا ابوي الهلال. لا لا اله الا الله ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله على السلامه سلام فرج عاد الملاعب عقبال كل اللاعبين ان شاء الله يعودوا بصحه وعافيه يا رب. والله يشفي جميع المسلمين والمسلمات في كل ارض ومكان يا رب العالمين. ما شاء الله عاد قائد الهلال وقائد المنتخب السعودي سلمان الفرج. يا ابوي هذا ايش؟ يا ابوي هذا مباراة انتهت 2-0 حيلغي الحكم مو معقول ضحكوا علينا المباراة انتهت 2-0 مكتوب في الملخص يستاهل ابو حمدان بس انت مجرمتش يا ابوي. هذا سفاح هذا سفاح ما شاء الله يا ابوي. هذا اي مدافع يضرب ويدخل يطلع فوق ويدخل ايش هذا؟ والله معلش الحمدان بعد فرحة شكل الحكم حيلغي. شوف متروفيتش يا عمي ولا كانه مع مدافع ماسكه وحاطه في جيبه يلا تعال معايا بوب هدف. شو 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 والله غلبان مدافع عبد الله الان قاعد كذا يتخيل مدافعين الاتحاد كذا. يا الله ما بتخيل شوف هنا حتقول واضحه فيها تسلل ايه فيها تسلل ولا هذه المباراه ما تهمني ان شاء الله. اللهم اجعل كل هجمات متروفيتش تسلل وان شاء الله نفوز المباراه ذي. بعد المباراه ذي فوز الهلال سوي اللي تبغوه انا عادي كل الحب والتقدير للهلال وجماهيره. انتهت المباراه الف مبروك للهلال وجماهيره وهارد لك للاتفاق وجماهيره وباذن الله انا اسف لكل محبي الهلال. المباراه الجايه نقول لكم هارد لك خلونا نفوز انتم كم لكم تفوز علينا لايكاتكم واشتراكاتكم. السلام عليكم.